بعد أن تم تأجيل الدورة الخامسة لمهرجان الفيلم العربي بوهران في الجزائر، تم الإعلان عن موعد الدورة ليكون خلال الفترة من 16 إلى 23 ديسمبر المقبل، وبذلك يكون قد حسم الجدل حول شائعات إلغاء فعاليات المهرجان هذا العام. كان المهرجان قد تأجل أكثر من مرة بسبب الثورات العربية التي شهدتها تونس ومصر وليبيا، فضلاً عن الاحتجاجات في سوريا واليمن. ومن المتوقع أن تكون الفنانة هند صبري من أهم نجوم هذه الدورة، بعد أن تم اختيار فيلمها أسماء لينافس على الجائزة الذهبية في المهرجان. الفيلم سبق أن شارك مؤخراً في مهرجان أبو ظبي السينمائي، وحصل على جائزتين، الأولى أحسن ممثل لماجد الكدواني، والثانية أحسن مخرج لعمرو سلامة. محدش ليه الحق يسألني المرض جالي ازاي؟ محدش ليه الحق ده. مين فيكم يحب إن أسماء تفضل معانا هنا؟ وليه لما بتصلي دايماً بتعيطي؟ خشوع؟ ها؟ ولا عارفة إنك عملتي مصيبة وعمر ربنا هيسامحك عليها؟ المرض جالك ازاي؟ كل واحد مستني المهدي المنتظر، محدش عايز يدفع ثمن حاجة أبداً. هو المسكنات اللي عماله تحنيها في جدتك خلتك ما تبقيش حاسه بنفسك ولا حاسه حتى باللي بيتحرق حواليكي. طب ونفسك في ايه يا اسماء؟ نفسي في ايه؟ تشكر يا اسماء، فرصه سعيده جدا. أني أسعد.